مرحبا يا اولاد، سمعتوا شو صار في ملعب منتجات جديده لبادي فادي؟ تيشرتات، بلايز طويله، مخدات، كاسات وستيكرز. كل اللي عليكم تعملوه تكبسوا على الرابط تحت وتفوتوا على دكان بادي فادي. يلا اكبسوا بسرعه قبل ما يخلص. مرحبا، انا اسمي مايكل، واحنا اليوم معكم ببادي كيدز، وبادي فادي جاب لي هديه، تعالوا نشوف ايه فيها. حاسس انه في هون لعبه، تعالوا نفتحها نشوف ايه فيها. هاي بصواي طائية. بس بخرب شعراتي، بس انا راح البس طاقية الاطفاء عشان نحمي حالنا من النار والدخان. تعالوا نشوف الهدية الكبيرة. بعيدة. طب اسا تعالوا نشوف ايه فيها. مكبرة دي شولاب مكبرة. هاي الهدية هي الاطفاء سامي، وانا كتير بحبه. في هون ريموت، وهون رافعة، وهون وحدة عم بتسوق، وهون زمور، وهون تبعت الاطفاء. يمكن هاي بتساوي هيك. هون في حجال كبار، وهون أحمر وأبيض، وهون رقم 87. سامي هون وجو الإطفاء، واللي راكب هون أنتوا صح مش شايفينه، بس أنا عم بوريكم لأنه أنا شايف. وهون إيش مرسومي بهون النار، وهون كباسات، وهذا الكباس بيساوي زي هاي وي وي. وبعدين واي الرافعة إذا بنكبس هون بعرف إيه بصير. هون مثلا إحنا شفنا ورا إنه في كباس بيساوي فيه هون أزرق. تعالوا نشوف إنه كباس. هاي الرسمة تبعت الريموت. هون مرسوم من النار، وهدول كباسات بيساوي بضوء هون، بضوء وبرفعه، وهاي بتطرشق ماي. واحنا بنكبس على الكبسات بطلع لنا اصوات، وهون بدوي وكثير اشياء. هسه انا بدي انادي بادي فادي، بدي بادي بدي فادي اطلع برا. شكله بادي فادي ما اجاش لانه نايم. طب هسه تعالوا نفتحها. واو لا موت والله. شوات طب بس تعالي نشوف كيف هاي بتتشخر. يا هون بترشق مي، بس عشان مش محطوط بالطريقة لازم نفك هذا البرغة ومنقيمه كلياته هيك، وبعدين بنحط فيه بالطريقة. شوفوا يا أولاد ويا بنات، هاي هيك بدي حرافعة هيك بيقدم، وبقدر يرجع الريس.
وهون كمان بقدر يزيحها يمين شمال وهون هون بطلع الصوت هاي الكبسة بتمشي لقدام وبترجع لورا واو محلا شوفوا كيف تتحرك لفوق لتحت وهذا الزر برفع وهيك وهيك ايه لفوق يمه لا شوف الساعة كيف بترسل أنا حبيت اللعبة إنها بتمشي وبترجع وبتطلع صوت وبتزيح يمين شمال بترفع وبتنزل وبتمشي ولما أروح مشاوير أمي وأبوي بيقبلوني أجيبها معاي فعشان هيك إذا حبيتوا الفيديو تنسوش تكبسوا لايك وسبسكرايب وشير اكتبوا لي تحت بالتعليقات إذا بدكم نساوي كمان فيديوهات ألعاب مثل هاي الأشياء أو أشياء تانية مع السلامة أنا بدي أخذ ترك وأكمل ألعب فيه ببيت الله باي هون بادي فادي سطور بير 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 ساندرا ساندرا أنا ساندرا يلا في قوم بير ساندرا هبلة شو حكيت عني؟ عن جد هاي هبلة تزعلش أنا حكيت عني هبلة؟ تلات بدي فادي عشان بحل المشاكل يلا بدي بادي بدي بادي اطلع برا الله طلع محلا بير كيف نايم زي الملاك ملاك هذا الملاك اللي بتحكي عنه حكى عني انه انا هبل كتير تزعلش بير بتقول عنا هبلة ولا بير قوم ولا بتأسف لها ساندرا أمي راح أجيب لي صوت المي لا 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 بركي ما كانت قصده يعني ولد بير سيمبا مش سامع منيح أنا عشان أشوف دنايا سيمبا أنت أحلى أسد بالعالم بير أنا بدي فادي بركي بركي خربش بالأسامي بركي بير أنا بدي فادي صاحبك لا بعد افادي ناصح كتير ناصح ابو جيب لي بير انا ناصح امي اسمي لي اسا صوت المي انا اسا بدي ادير على صوت المي اسا بدي ادير على صوت المي بدي فادي اهدى اهدى بديش بدي صوت المي انا اسا بدناش نعمل مشاكل لانه وقح بدناش نعمل مشاكل في حل تاني عندك بير انا ناصح هو اسا ما كنتش سامعك يعني هو اسا بالحلم لازم احنا نحكي معاه وهو يسمع كيف فيش عندي غير فكرة واحدة أنا بدي أروح أفوت على الحلم وأطعمي بهدلي أرجع أطلع بس أنت بتقدرش هيك تساوي إيه بتقدر بدك تيجي معي على الحلم تبعه؟ يلا حط إيدي بإيدك واحد غمض عينيك أوكي اثنين ثلاثة بادي فادي ساندرا شو بتساوي هون؟
جينا جينا شو شو بنساوي هون؟ ما احنا اصحابك، بتحلم فينا عم نحلم فيك، اجينا. خلينا بالمهم هسا بيير. ليش المهم؟ المهم انه كيف انت بتقول عن ساندرا هبلة، والاهم انا ناصح. هو ناصح؟ لا لا متاسف، بس هذا حلم. شو يعني حلم؟ يعني احنا مش اصحابك بالحلم؟ لا انت مش فاهم، ساندرا قالت انه سيمبا احلى منك. انا ما حكيتش هيك. جيبولي صدى المايه اللي راح علي اطلع منه هذا الكابوس. جيبولي. لا استنى بدي، بس انت فاهم انه سيمبا كان يعيط. اذا انا قلت له انه ساندرا هبلة وانك انت ناصح. انا ناصح؟ لا انا ناصح. طلع. لا انا ما قصديش. بلا قصدك. لا ما قصديش، هذا حلم. هذا حلم. بلا قصدك، انت بتحب سيمبا اكثر من بدي فادي وتضلك تحلم فيه كل يوم. لا انا خلص وجعتوني مخي انت وياه. خلص اتفقوا كله تمام، ارجعوا اصحاب وفوتوا ناموا. ما احنا نايمين. لا انا جد نايمين. ساندرا في شي غريب، انا حلمت فيك اليوم. اغرب شيء، انا كمان حلمت فيك اليوم. على فكره انه هو مش كثير غريب. كيف يعني؟ الاصحاب اللي مناح، ما هو اذا بضلن مع بعض ممكن كمان يكونوا مع بعض بالحلم. صح. بتعرفي شغله؟ ما بعرف هذيك كان معي بالحلم. وينه؟ وانا كمان كان معي بالحلم. وينه؟ اول شيء انت بتحكي عني هبله عن جهاد، وانا هيك كان في عندي قلت عن بادي فادي ناصح وسيم بصير عيا. شو وينكو؟ وين عيد ميلادك؟ اسمع ضاكو بضاكو دغري، وبتروح على ايدكو اليمين بعدين بتروح على ايدكو الشمال. على اليمين. هذا التليفون مش فاهمش. الو تري وينك؟ اطلع الطلعه بعدين خد على اليمين. طيب يمين شمال دغري. دغري. طلع هديك. اوكي طيب بعدين اطلع لفوق فوق فوق. طيب يمين تروي اكيد لعب بالوعر. الو ايش صار؟ فكر الخط. كيف وصلنا لهون؟ اول اشي من هون. لا من هون يمكن. لا كله غلط. اول شيء طبعا كنا بالبيت من هناك، بعدين مشينا كل هذا، بعدين يمكن هناك. طيب ايش نعمل؟ تعي نادي بادي فادي. يلا بدنا بادي بدنا فادي اطلع برا. مرحبا صبايا. اضربي كف اضربي كف، كيف حالكم؟ شو عم تسووا؟ الدنيا وعر وخضار وطبيعه، شو عم تسووا؟ اليوم عيد تري بس مش ملاقيين. اليوم عيد ميلاد تري؟ طب خلوا معي. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي. وين كاكي؟ وين الهدايا؟ بادي فادي انت مش فاهم علينا. فهموني. اليوم عيد ميلاد تري، مش عارفين وين عيدوا، احنا ضايعين هون. انتوا ضايعات؟ طيب فكروا معي، كيف نلاقي عيد ميلاد تروي؟ كيف نلاقي عيد ميلاد تروي؟ بادي فادي فكر. لقيتها. انا راح اعلمكم طريقه الهنود الحمر. شو؟ تروي. شو عم نسوي؟ تروي. لا بادي فادي ما فهمتش. طيب مش ملاقي، بس عندي كمان خطه. انا راح اعلمكم على الخريطه كيف ما سمعت الخريطه. شو عم بيساوي؟ هيك تعالوا. شو هاي كلها؟ هاي خريطه، كل علامه وشارع معلم هون بالخريطه، وكمان الحرش. شايفين هون وين في اخضر؟ احنا اسه موجودين بالحرش هذا، شايفات؟ ومن هون عشان نروح على عيد ميلاد تروي لازم نمشي لهون. متاكد؟ لا دقيقه واحده. بلا لهون يعني هناك عيد ميلاد تروي. طيب يلا ممكن نتاخر.
استنوا استنوا شوي، خذوا له لتروي الخريطه وعلموه عليها. طيب خذوا الخريطه واعطوه اياها وبتسلموني كثير كثير علي لتروي. باي باي، ديروا بالكم من الذئب. طب زحماكو انا بادي فادي اسد مش عادي مش ليلة الحمراء. باي. طب مش مع خريطة، تركوني بلا خريطة. شو بدي اسوي؟ جون انا طيب رايح احط بوب كورن بالميكرو. طيب انا بديش بس حنان. تروحي تشوفي شو صار بالبوب كورن؟ انا بديش بوب كورن، قوم انت. طيب وخلص، وانا بديش كمان. بلاش بردان سقعان. طيب ايه، تروحي تجيبي لي حرام عشان كمان يوقع عليك السطل. ايش؟ ولا اشي ولا اشي، بحكي مع حالي بحكي مع حالي. إيه رحت شفت البوستر الجديد تاع بادي فادي اللي علقته على كل الحيط؟ خلص تضحك علي. لا عن جد حطيت بوستر جديد. ما تضحكش علي، خلص لا 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 لا، خلينا نشرب شوكو ونروح. طيب بس تجننيش. قلبك اشي تروحي تجيبي الحرام؟ اسا بلادي؟ بادي فادي. اه نادي خليه يروح يشوف البوستر الجديد تاعه. انت عن جد بلدي؟ عن جد بلدي. بدي بادي وبدي فادي، اطلع برا. مرحبا، شو عم تسووا؟ طخي كاف جون. روحي روحي جيبي له كوباي. خلص بديش اروح. بدي فادي جنني له. مين شوكو؟ مين بده يشرب شوكو؟ والكل انتوا قاعدين هون عم تشربوا شوكو، لك العالم برا قاعده كلياتها عم بتعد جوال وانت قاعد تشرب شوكو. لشو في؟ ولك في لعبه رونالدو صار خالع 50 جول. شو؟ ها؟ طب يلا يلا. عن جد في لعبه؟ في لعبه. شو هذا؟ شو هذا؟ شو في؟ سطل المي قلب علي. طب اشرب اشرب شوكو روق. كنك نسيت انك عملت كمين لجون؟ شو؟ بس بتأمل ما تنساش انه من علق سطل المي لاخيه وقع على راسه وبده يضله يشرب شوكو لحاله وهو مبلل. بتعرفوا هذا المثل ولا بتعرفوش؟ لا. طيب يا اصحابي انا مجبور اروح الحق اللعبه قبل ما تخلص. يلا ها. ايه بدي اسمع معك. يلا ايه باي، وما تنساش تكمل الشوكو تبعي جوليان. الشوكو. يلا باي. لقيت حط اغراضك على نصي. هذا نصي من حقي اخذه، انت ماخذه اكثر مني. لا هذا انا نصي. هذا نصي. طلع طلع، شايف شايف هذا شايف هذا. اه شايف هذا الخط هذا الخط. بس انت هذا الخط تاعك اعوج. لا مش اعوج. بلا انت عندك اكثر. لا مش اعوج. بلا اعوج. طلع اعوج. انتوا شوف بطلع حط اغراضي على نصي. خذ لي. بدي بادي بدي فادي اطلع برا.
مرحبا يا اولاد. اوه واه ما احلى طلعتوني في الصف. توقف. اوه الاخبار ما طلعتوني في الصف ما احلى. شو في؟ تراي بدل يحط اغراضه على نصي. هذا نصي. لا هذا انا شايفه. هي انا هذا نصي. هذا نصي مخصيص. انا هذا نصي. هذا نصي. استنى شوي استنى انا عندي حل. هسه بنقسمها لنصين وكل واحد باخذ نص. لا 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 خلص الجنب خلص الجنب. مش الحق على الطاوله. الحق على ساندرا. كيف رسمت الخط اعوج. هذا مش عن جد نصها وهذا مش عن جد نصك. بدكم بادي فادي اقسم لكم الطاوله تقسيمه عادله وفير على الاخر. طيب هات فرشاه هون. هات فرشاه. شوف هون هاي الشقفه لبنت من السنه اللي فاتت اسمها لور وهاي اللي حدها كانت لباسم اللي كان يتعلم هون قبلها بسنتين وكان كتير 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 شاطر بالرسم. هدول الشقتين لولد من قبل 5 سنين اللي عاد صفه مرتين نسيت شو اسمه. وهون خليني اتذكر يا فادي يا بادي يا فادي. استنى وين نصي؟ انت تروي هاي الشقة لك طالما حلاها. اذا بدك ارسم عليها دائرة صغيرة واكتب فيها اسمك عشان الكل يعرف انه هاي لك. وانت هاي الشقة بتاخديها هون وهاي هون الشقة إلك انت تكتب عليها اسمك. بس بادي فادي وين بدي احط اقلامنا؟ بدي احط كتبنا كثير صغيرة. محلش المشكلة انت بادي فادي. مشكلة؟ وين في مشكلة؟ مشكلة وين المشكلة؟ صح بادي فادي فنان بالرسم بس انا افنن بالمحي. شوفوا سحر؟ ها؟ مش احلى هيك الطاولة بلا خطوط؟ بلا احلى. شكرا بادي فادي. شكرا بادي فادي. بوقف. تروي بدي تيجي عندي؟ ليش لا؟ شكرا بادي فادي. باي. عفوا يلا سلامات باي اولاد. نتهبل احنا اكتر احنا اشطر. مش مظبوط بلا مظبوط. مش مظبوط بلا مظبوط. شو بتتهبلي انتي وياها بتزبطش الحياة بلاكي وبلاها. احنا كل يوم بنفيق بالوقت وانتو كل اليوم بالتخت. احنا انشط والكل بيعرف. احنا ارتب وانضف. مش مظبوط امبلا مظبوط. مش مظبوط امبلا مظبوط. فادي معنا. فادي ولد. انا بدي فادي الاسد اللي مش عادي. كنت جاي اغني والعب مع اصحابي سمعت الطوشة عن جد زعلت. سألتوني شو انا مش ولد ولا بنت. خلص يا عمي زهقتونا عاد كل يوم طوشي بنات وولاد. في بنت كسلان وفي ولد كسلان. في بنت نشيطة وولد ملان. في بنات حلوات وولاد حلوين. والاهم بالاخر كلنا بنقنين. افهموا انه انتو مش اعداء. غنوا اشي كول مش طوشي بالغناء. مظبوط مظبوط بس احنا ارتب والطف وانضف. البنات احنا الحلوات. احنا اللوك. احنا العضلات. احنا اصلا اعم واذكى. احنا اسرع وطبعان اقوى. احنا اطول. بلشنا نتهبل احنا